السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أيها الأخ، أنا سمعت كلام هذا الدكتور، والحقيقة أن كلامه غريب جدا. أولا هو يقول لا تتدخلوا في المشاكل، هناك مشايخ كبار يفصلون في الموضوع. طيب، المشايخ الكبار فصلوا في الموضوع، فلو أنك حاولت أن تقنع الآخرين بأن يلتزموا بهذه النصيحة التي وجهتها لهم، بأن يلتزموا بنصائح العلماء الكبار، فلو أنك اختصرت الكلام وقلت لهم لماذا لا تقتنعوا بكلام العلماء الكبار، كان هذا أقصر وأفيد وأحسن. ثانيا، أنه جعل قضية بين الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي، وهذا غلط، هذا غلط، يعني الحقيقة غلط، ليس بالأمر السهل، لأن القضية معروفة عند الجميع أنها بين الشيخ محمد بن هادي وبين طلاب علم. محمد بن هادي يحذر منهم، ومشايخ آخرون خارج القضية طالبوا محمد بن هادي بالأدلة، الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهما. فلماذا تخص الشيخ ربيع؟ أدخل أيضا الشيخ عبيد، قل القضية بين الشيخ ربيع والشيخ عبيد من جهة ومحمد بن هادي من جهة، ما الذي يعني جعلك تخص الشيخ ربيع دون غيره؟ هم أيضا يطالبون يعني محمد بن هادي بالأدلة. ثالثا، الدكتور المشار إليه انتقد البيانات، والعجيب أنه في نفس الوقت يقول اتركوا المسائل للعلماء. طيب، إذا كان العلماء يطلبون من طلاب علم أن يبينوا ويقولون اكتبوا بيانا ووضحوا للناس، يعني امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإذن ما وجه الانتقاد على الطلاب العلم الذين أخرجوا البيانات؟ أليس هذا من البيان والتبيين والتوضيح؟ ألم يقل عيسى عليه الصلاة والسلام وليأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه؟ تلوم أناسا كتبوا نصرة للمظلوم، ولا تلوم شخصا يبدع ويضلل طابورا من طلاب العلم. سبحان الله، إيش هذه العجائب، نعوذ بالله. هو نفسه هذا المتكلم الدكتور يعترف أنه لا يدري عن حقيقة المشكلة بشيء، يقول أنا لست بعارف أو أنا ولا أعرف شيئا عن الموضوع. طيب، فلماذا أقحمت نفسك؟ لماذا حكمت بحكم مخالف للعلماء الذين يتابعون القضية من أكثر من سنة ونصف؟ ألم يكن الواجب عليك أن تحيل العلماء الذين نظروا في الموضوع من جميع الجوانب؟ سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.